فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله قبل قليل أنه لا تجوز صلاة جماعتين في آن واحد، ولكن بعض الناس يدخل المسجد فيرى أولادا صغارا يصلون جماعة فلا يصلي معهم بل يقيم جماعة أخرى، ما حكم فعله وهل يعتبر هذا من الكبر؟ إذا كان الأطفال بالغين فصلاتهم صحيحة، يدخل معهم. إذا كان الأطفال مميزين أو بالغين، إذا كانوا مميزين تصح صلاتهم فليدخل معهم ولا يصلي وحده. نعم، وإذا جاء جماعة يصلون مع الأطفال ما في مانع، لأنه تصح صلاتهم والحمد لله. نعم.